يا صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. والنهاردة الحقيقة حلقتنا مليئة بعدد كبير جدا من الموضوعات، وهنركز النهاردة تحديدا على الألعاب الأخرى. عندنا عدد كبير جدا من التحديات سواء على مستوى النادي الأهلي، ألعاب الصالات طبعا، وأيضا المنتخبات. يعني الحقيقة قدامها عدد كبير جدا من التحديات الإفريقية والمحلية أيضا، وأكيد حديثنا لن يخلو عن تحديات النادي الأهلي. خلاص يعني لم يتبقى على نهاية العام سوى شهر، فعندنا قبل نهاية هذا العام الحقيقة 2023 نادي الأهلي عنده عدد كبير جدا من التحديات الإفريقية والمحلية، فأكيد حديثنا لن يخلو النهاردة في كل هذه الموضوعات. صباح الفل عليك يا كريم. صباح الفل عليك يا مريم، وصباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، وبنرحب بكم في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. زي ما مريم قالت لحضراتكم، عندنا النهاردة فعلا موضوعات كتير هنتكلم معاكم فيها، ولا سيما ان النادي الاهلي خلال الشهرين دول، الشهر اللي احنا فيه والشهر الجاي ان شاء الله، احنا بنتكلم مبدئيا كده في اربع بطولات ما بين محليه وقاريه. فالحقيقه عندنا ملفات دسمه هنتكلم مع حضراتكم فيها في حلقتنا النهارده، وبرده كالعاده في الساعه الثانيه هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى دي بعد هنتكلم فيها يعني باستفاضه عن الالعاب الاخرى، دي الفقره اللي هينورنا فيها ان شاء الله الناقد الرياضي الاستاذ محمد ناجي، وحديث مطول عن الالعاب الاخرى. الفقره الثانيه بقى دي كرويه بحته، كرويه 100% نورنا فيها الناقد الرياضي سليمان النقر، وان شاء الله تكون فقره يعني مفيده بالنسبه لنا كلنا ان شاء الله. طيب نبدا بقى. يعني النهارده اخبارنا عن فوزنا، فوز نادي الاهلي اول امس طبعا في بطوله الدوري على نادي المقاولين العرب بهدفين مقابل هدف. الحقيقه بهذا الفوز بيبقى قدر النادي الاهلي ان هو يرفع رصيده لتسع نقاط من تسع مباريات. محتاجين بقى كده يعني ناخد نفس سريع ونعرف احنا عايزين ايه الفتره اللي جايه، ونرجع بسرعه زي ما بنقول كده بلغتنا نعمل كومباك، لان احنا يمكن الاداء الفتره اللي فاتت ما كناش راضين عنه بشكل كبير جدا، خاصه في بدايه الموسم. يمكن خلاص احنا دايما بنقول ان بيبقى في صفحه بنقفلها ونبص على الصفحه اللي بعدها، وهو ده اللي هنركز فيه، خاصه ان احنا مركزين في بطوله الدوري حاليا. ولكن حتى مستر كولر يمكن اتكلم في المؤتمر الصحفي اللي كان عقب بطولة النادي الأهلي أمام المقاولين، كان اتكلم عن عدد كبير جدا من النقاط وأهمها عدم التركيز. شفناه بيعمل روتيشن كبير جدا، فهو يعني يمكن في عدد من النقاط، وامبارح كمان كان في محاضرة مطولة قبل المران طبعا في ملعب مختار التتش، فأكيد هيبقى عنده عدد كبير جدا من التحديات خلال الفترة اللي جاية. يعني يمكن كمان قبل الدخول في فترة التوقف الدولي اللي هيلعب فيها طبعا يعني منتخب مصر ماتشين في تصفيات كأس العالم، هيكون عندنا ماتشين في الدوري والاثنين خلينا نقول أهم من بعض، مفيش واحد أسهل ومفيش واحد أصعب. ولكن تحديدا يعني بعد غد الأربعاء عندنا مواجهة هامة مع سيراميكا كليوباترا، وده يمكن يكون صعب لأن فرقة سيراميكا الحقيقة ماشية مؤخرا بشكل مميز جدا مع كابتن أيمن رمادي، وحققت مكسب في آخر مباراة يعني لعبتها، ويمكن كانت نتيجة على بيراميدز. فأكيد نادي سيراميكا هنعمل له حساب في مباراة بعد غد الأربعاء، ويمكن فاز على بيراميدز بهدفين، وعندهم الحقيقة سكواد مميز جدا أبرزهم طبعا نجم الأهلي المعار أحمد قندوسي. أما بقى بالنسبة ليوم السبت، يمكن عندنا مواجهة أيضا هامة جدا مع فريق الجونة، ويمكن نفس الأمر فريق الجونة آخر مباراتين برضو ماشي بأداء جيد جدا وبشكل جيد، وعنده سكواد أيضا محترم، كان فاز على الداخلية بهدفين وقبلها فاز على فاركو بهدف، ومعاهم طبعا مدرب بيجيد اللعب بكل الطرق الدفاعية طبعا كابتن علاء عبد العال. يعني خلينا نقول احنا محتاجين علشان ندخل فترة التوقف واحنا مرتاحين نوعا ما نسجل فوز في الماتشين ان شاء الله، سواء على سيراميكا او على الجونة، عشان بقى نرفع رصيدنا للنقطة 15، ووقتها نبقى مرتاحين، وافتكر ان احنا هنبقى اول الدوري كمان. نبدأ بقى نشوف هنعمل ايه، نستف كده زي ما بنقول يا كريم ورقنا. ايوه، على ذكر ورقنا، من الموروثات القديمه جدا والراسخه في وجدان الاهلاويه، واقصد بالاهلاويه لعيبه واجهزه فنيه واداره وجماهير، وعبر الازمنه المختلفه ثقافه تقلب الصفحه. بالمناسبه كابتن محمود الخطيب بيستخدم دايما تعبير مختلف، يقول لك ايه، ايا كانت البطوله اللي احنا انتهينا منها سواء فزنا بيها او ما فزناش بيها، يقول لك لمبه وطفت وهننور لمبه ثانيه. لكن رجوعا للمصطلح الاكثر شيوعا اللي هو فكره تقلب الصفحه، انا مع فكره تقلب الصفحه جدا، ولكن في بعض الاحيان ما يخسرش برضه يا مريم ان انت ايه تفتحي صفحه تبصي بصه كده تاخدي عظات، تاخدي عبر، تاخدي بالك من الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، فبالتالي خسرتنا بطوله او خسرتنا مباراه او لم ترضي الجماهير بشكل عام. فمهم جدا ان احنا قبل ما ننتهي تماما من ان احنا نقلب الصفحه
نكون بصينا كويس وخدنا بالنا كويس من كان مكتوب فيها ايه مش عايزين نشوفه بعد كده عشان نتحاشاه في المرحله اللي بعد كده. بقيت كلام بقى اللي عايزين نقوله لحضراتكم واستكمالا لكلام مريم، تاني حاجه يعني عندنا كمان قبل نهايه العام الحالي، يعني بنتكلم ما بين الشهر ده والشهر الجاي، عندنا منافسات كاس العالم للانديه، وخلاص احنا عرفنا بالفعل كل الفرق المتاهله وهنقولها لحضراتكم سريعا. طبعا بطل دوري ابطال اسيا اوروار الياباني، وبطل دوري ابطال اوروبا طبعا مانشستر سيتي، فلومنسي البرازيلي، بطل الكونكاكاف ليون المكسيكي، بطل السعوديه نادي اتحاد جده، واوكلاند سيتي. احنا عارفين من دلوقتي ان احنا ان شاء الله هنلعب مباراة مع اتحاد جدة السعودي في حالة فوزه على اوكلاند سيتي، وهي طبعا مواقعة يعني مواجهة متوقعة ومرتقبة جدا بكل تأكيد، عشان كده لازم ندخل منافسات المونديال واحنا مطمنين الى حد كبير على موقفنا في جدول الدوري، مش مطلوب ان احنا نسيب اي حاجة لاي ظرف من الظروف. كمان عايزين نفكر حضراتكم انه قبل نهاية الشهر الحالي عندنا كمان افتتاحية دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، البطولة اللي احنا بنحمل لقبها، عندنا مواجهة مع ميدياما الغاني في القاهرة، بعدها مواجهة خارج مصر مع يانج افريكانز، بعدها لقاء شباب بالوزداد الجزائري ان شاء الله هيكون في القاهرة، وكل ده قبل نهاية شهر ديسمبر وقبل نهاية 2023. واكيد احنا كلنا فاكرين برضو ان احنا عندنا قبل نهاية السنة بطولة سوبر الابطال اللي بيشارك فيها اندية بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا وطبعا النادي الاهلي. يعني احنا بنتكلم على مرحلة دسمة جدا ومليانة تحديات زي ما كنا بنقول من شوية، مرحلة مش سهلة بأي حال من الأحوال ومهمة جدا قبل نهاية العام، بنتكلم في أربع بطولات منهم ثلاث بطولات كبيرة جدا، فمطلوب إن احنا ناخد الفترة اللي جاية بمحمل الجد، نركز جدا، وزي ما قلنا قبل كده احنا داخلين على ميركاتو، يعني في مواسم الميركاتو وأنت ست عارفين بتلاقي كلام رايح وكلام جاي وإشاعات وتكهنات والخبر الحصري عندي واسمع مني إلى آخره، احنا مش عايزين ننشغل في هذه الأشياء. كالعادة النادي الأهلي لما بيكون يعني بصدد التعاقد مع لاعب معين وبينهي هذا التعاقد بيعلنه، فحضراتكم دايما خدوا المعلومة من النادي الأهلي ومن قناة النادي الأهلي. مظبوط طبعا، ويمكن استكمالا لكلام كريم، الفكرة ان احنا يعني قلنا قبل ما يبدأ السيزن ده ان احنا مفيش نادي زي النادي الأهلي هيخوض عدد من المواجهات بالشكل ده، عدد كبير جدا من المواجهات، وده اللي احنا دايما بنقوله مرارا وتكرارا، وبنبقى محتاجين ان احنا نعرف الأجندة. يمكن اتكلمنا برضو في الأسابيع الماضية عن فكرة وضع أجندة محددة علشان النادي الأهلي يكون عارف يعني زي ما بنقول كده راسه من رجله، وده اللي فعلا بيخلي النادي الأهلي أداؤه مستقر، يعني لأن الضغوطات دايما بتولد يعني يمكن بيبقى في الضغوطات دي بيطلع منها الأداء أو عدم التركيز في الأداء، فإحنا محتاجين نعرف الأجندة بتاعتنا، ويمكن تحديد الأوراق وتحديد كمان عندنا عدد كبير جدا من المواجهات مش هياخدها أي نادي مصري، ويمكن عدد كبير من البطولات عكس الموسم الماضي كمان أكتر من يعني مباريات العام اللي فات. خلينا بقى دلوقتي من النادي الأهلي نروح للمنتخب طبعا، واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تأجيل تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 على أن يتم الاكتفاء خلال الاجتماع المقبل ب يعني مناقشة تشكيل جهاز منتخب مصر مواليد 2007. يمكن قرار اتحاد الكرة يعني جه بعد ظل عدم تواجد ارتباط رسمي لمنتخب مصر مواليد 2009 في الوقت الحالي، مفضلا طبعا يعني يمكن الهدوء والتريث في اختيار الجهاز الفني لهذا المنتخب. في نفس السياق او في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، عقد برضو جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم اجتماع مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، ده طبعا كان بقياده وائل رياض بمقر الاتحاد في الجبليه للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطوله شمال افريقيا واللي هتقام ان شاء الله في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل. يمكن اكد جمال علام في كلمته للجهاز ان مجلس اداره الاتحاد يعني عنده ثقه كبيره جدا في المنتخب لتحقيق انجاز للكره المصريه، يعني عشان كده هو قال لهم ان المجلس الحقيقه هيعمل على توفير كل السبل والامكانات لانجاح هذا الجيل اللي الحقيقه يعني يمكن احنا شفنا وعارفين بيضم عناصر مميزه جدا وهامه جدا، ويمكن كمان جمال علام يمكن طالب بمنح الفرصه لاكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر كمان الافضل في التشكيل لتمثيل منتخب مصر خلال الفتره المقبله. برضه استكمالا لكلام مريم وبمناسبه كلامنا عن منتخب 2005 واجتماع مديره الفني مع رئيس اتحاد الكوره امبارح، وائل رياض
اعلن قائمه اللاعبين اللي وقع عليهم الاختيار عشان يدخلوا في معسكر مغلق ابتداء من النهارده. طبعا هذا المعسكر استعدادا للمشاركه في بطوله شمال افريقيا خلال الفتره من 11 لغايه يوم 22 من نوفمبر الجاري. وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد على ثقته الكبيره في الجهاز الفني، واكد على ان الجهاز الفني والاداري والطبي يعني سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق انجاز جديد لكره القدم المصريه. وعلى فكره برضو عايزين نعرفكم انه تم ضم 8 لعيبه من فريق الناشئين بالنادي الاهلي مواليد 2005. يعني ان شاء الله ان شاء الله نقدم اداء ونتائج جيده ونحصد هذه البطوله، وكمان تكون العناصر دي بالمعنى الحرفي للكلمه نواه مميزه جدا للمنتخب الاولمبي ومن بعده المنتخب الاول مستقبلا ان شاء الله. اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. وتعالوا نعرف شويه تفاصيل اكتر حول هذا الملف مع ضيفنا اللي منورنا على التليفون الناقد الرياضي الاستاذ محمد جمال. استاذ محمد صباح الخير عليك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. طبعا سلام عليكم ومبسوط دايما طبعا موجود معك. منورنا يا فندم. صباح الفل عليك يا محمد. يعني خلينا نتكلم اكتر عن ملف اللي لسه انا وكريم كنا بنناقشه، ملف المنتخب و قرار يمكن اتحاد الكرة بتأجيل تشكيل جهاز الفني لمنتخب 2009. خلينا كده نعرف منك يعني رأيك عن هذا القرار بالتأجيل. بصي هو ملف المنتخبات عامة كان كبير جدا في اتحاد الكرة الفترة اللي فاتت، يمكن ملف كبير جدا مش بس منتخب الشباب او منتخب 2009، كلمة على من البداية خالص المنتخب كان منتخب أول ومنتخب أولمبي بعد كده، فالاثنين يعني مشوا خلاص مع فيتوريا وميكالي بشكل كويس. بعد كده كان فيتوريا قعد مع كابتن حازم امام كلامنا حوالي مثلا من سنه قال احنا محتاجين اربع منتخبات كمان، وما يبقاش بقى قصه ان انت مستني منتخب بس ان هو يظهر يبقى منتخب مصر للشباب، انت محتاج اكتر من منتخب، محتاج اربع منتخبات بين اعمار 2005 و7 وطبعا و8 و9. فبالفعل طبعا الاتحاد يمكن بشوفه متاخر شويه ان هو يعني يختار الاربع منتخبات او الاربع اجهزه فنيه، ولكن خلاص يمكن الفتره اللي فاتت كان لازم ان هو يشكل منتخب مصر للشباب، وطبعا تم تعيين الكابتن وائل رياض، ويمكن الكابتن وائل رياض خلاص يعني هو ده يعني ناتج ان هو كان موجود قبل كده مع الكابتن شوقي غريب وصل الاولمبياد وفاز بامم افريقيا 2019 في مصر، ثم بعد كده مع ميكالي كمدرب عام ووصلوا برضه للاولمبياد وتواجد في المباراه النهائيه في امم افريقيا، فخلاص ناتج طبيعي جدا ان هو يبقى مدير فني للمنتخب اللي جاي منتخب 2005، منتخب مميز في عدد من اللعيبه كويسه، يمكن في لعيبه حتى الناس يمكن سمعت اسمها قبل كده، عمر خضر اعتقد ده هيبقى من ابرز اللاعبين اللي موجودين في المنتخب اللي انتقل طبعا من ضد الاستون فيلا الانجليزي، بتتكلمي على زعلوك طبعا لاعب النادي الاهلي، بتتكلمي على كاباكا، بتتكلمي على يوسف عبد الحفيظ، عدد بقى من اللعيبه اللي اعتقد هيكون من اللعيبه معتزه برضه، اعتقد من اللعيبه اللي احنا هنتفرج عليهم، ويمكن في لعيبه كتير جدا لسه كمان هتظهر مع منتخب الشباب الناس كلها تعرفها. فكان مهم جدا ان هو في اول ما يتولى المهمه، يمكن هو تولى المهمه حوالي 3 اسابيع، ان هو يخوض تجربه يمكن بطوله شمال افريقيا بطوله وديه، مش بطوله رسميه مش مهمه حاجه، لكن بطوله مهمه ان هو يشارك فيها ويظهر معها مع اللعيبه بشكل كويس جدا. يمكن بعدها كان عندنا بقى اكثر من ملف ثاني جوه تحت الكوره، اهمه طبعا منتخب 2007 ثم 2008 ثم 2009. يمكن كنت الحمد لله صاحب انفراد التشكيلات دي كلها. في 2007 اختاروا الكابتن حسين عبد اللطيف مدير فني ومعاه مدرب كابتن طارق الطاوي ومعاهم عبد الستار صبري ومعاهم امير عبد الحميد مدرب حراس. في 2008 اختاروا الكابتن احمد الكاس يكون مدير فني، وكانوا مختارين الكابتن عادل مصطفى وكانوا مختارين الكابتن احمد فوزي مدرب حراس، ولكن بعد يعني قعده كده الفتره اللي فاتت حوالي اسبوع الكابتن عادل مصطفى هيخلوه مدرب عام في المنتخب الاولمبي مع ميكالي بعد ما شيتوس خلاص راح منتخب 2005، فهيتحط مكانه اثنين مدربين وهم الكابتن محمد ابراهيم طبعا هيكون مدرب عام مع الكابتن احمد الكاس ومعاهم الكابتن احمد رؤوف اللي هو كان مهاجم قبل كده للنادي الاهلي، وتم اضافه طبعا الكابتن رامي عادل عشان يكون مدرب مساعد في الجهاز الفني اللي بيقوده الكابتن وائل رياض في 2005، عشان يبقى الكابتن وائل رياض والكابتن علاء عبده والكابتن رامي عادل. وفي 2009 يمكن اختاروا الكابتن طارق السيد، ولكن الاعلان لسه لحد دلوقتي ما تمش، ولكن انا بقول لحضرتك ان هو مش قصه التاجيل ان هو لسه ما اختاروش الجهاز الفني، لا هم مختارين خلاص المدير الفني هو الكابتن طارق السيد بنسبه تفوق ال 95%، وبلغوه الراجل مرحب بشكل كبير جدا ان هو يقود منتخب 2009، ولكن هي القصه كلها جوه الاتحاد دلوقتي او التفصيله اللي في الاتحاد ان لسه المنتخب بتاع 2009 يا جماعه الارتباطات بتاعته لسه قدامها شويه، اللي خلينا نختار من دلوقتي جهاز ويبقى موجود وشغال، بس احنا الفتره اللي جايه محتاجين لسه الفتره دي ما فيش ارتباطات بالنسبه للمنتخب، عشان ده كده اللي اجل الموضوع شويه، ولكن هو الموضوع بالنسبه لاتحاد الكوره هم خلاص مختارين الكابتن طارق، والمعايير بقى ناس بتتكلم على معايير الاختيارات والحاجات دي كلها، يمكن كان في وسط المعايير دي كلها كان في راي لفيتوريا وكان في راي طبعا ل
ميكالي، الناس دي من الناس اللي حاطه كان في حد يا محمد قبل كابتن طارق، يمكن كان عدد كبير من السيفيهات يمكن كان مطروح امام الاتحاد، ويمكن كان في مناقشات قبل اختيار او حسم فكره اختيار كابتن طارق، يعني لو عندك معلومات عن الموضوع ده ممكن تقول لنا. لا كتير، مثلا عايز اقول لك على حاجه، انت ترشح ناس كتير جدا، خلي بالك للمنتخبات دي كلها، يمكن ترشح قبل كده المنتخب 2005 ترشح الكابتن طارق مصطفى، كابتن طارق مصطفى رفض، ترشح قبل كده ميكالي ان هو اللي يكون مدرب لمنتخب 2005، وبعد كده بعد يعني يجي بعد الاولمبياد على طول، الراجل برضه طلب امكانيات ماديه اعلى، يمكن المنتخب 2008 و2009 و2007 ترشح ثلاث مدربين ليهم، ولكن برضه الثلاث مدربين ما فيش القبول الكامل ان هم يتولوا مهمه المدير الفني، يعني كابتن محمد شوقي بعد كده جاله منصب مهم جدا جوه النادي الاهلي، منصب هو برضه شايفه ان هو بالنسبه له مهم جدا، وان هو شايف انه كان مدرب لمنتخب مصر الاول، فشايف انه بقى الفتره دي محتاج يخوض تجربه جوه النادي الاهلي، برضه ايه الفتره اللي فاتت كان الكابتن اسامه نبيل اترشح برضه في المنتخبات، وبعدها الكابتن عماد النحاس ايضا اترشح في المنتخبات الوطنيه، الكابتن احمد عبد المقصود برضه اللي كان مدير فني نادي الزمالك، كابتن شريف عبد الفضيل لاعب النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر، فعدد كبير جدا من الاسماء اللي اترشحت على الترابيزه بتاعت الكوره خلال الفتره اللي فاتت، ولكن هو دي الاختيارات اللي بقول لك عليها اللي اختاروها الفترات اللي فاتت، وخلاص هم استقروا بشكل كبير، يمكن الاعلان خلاص عن منتخب 2005 تم من بدري، ويمكن هيتم الاعلان بقى عن 2007 2008 2009 قريب جدا، لان خلي بالك هو الفتره الجايه كلها فتره منتخبات، بتتكلم على استعدادات خاصه جوه اتحاد الكوره لامم افريقيا، بتتكلم على استعدادات خاصه جوه اتحاد الكوره المنتخب الاولمبي والاولمبيات وازمات الوديات اللي احنا شايفينها، فالفتره الجايه اعتقد محتاجين الشغل يكون كتير جدا على المنتخبات، لان زي ما انت قلت كده في الانترو ان ده ناتج مهم جدا للمنتخب الاول، احنا محتاجين يكون عندنا عدد كبير جدا من اللعيبه ومن العناصر. طيب يمكن احنا بنتكلم برضو عن منتخب 2005 وكواليس الاجتماع مع رئيس اتحاد الكرة، فعايزين نعرف منك اكتر برضو عن فكرة الكواليس، الكلام مع كابتن وائل، القايمة نفسها، الاستقرار على القايمة، الفرص عامة، يعني ممكن يكون في حصد للقب بطولة شمال افريقيا خلال الفترة المقبلة؟ بص ان شاء الله كده، هو بالنسبه للقائمه هو الراجل لسه اكيد بيشوف لعيبه كتير جدا، الراجل الفتره اللي فاتت شاف اكتر من 48 لعيب، وقبلها كمان شاف لعيبه ثانيه، عمل معسكرين عشان يشوف اكتر من لعيب يكون مميز بالنسبه له ويفيده، يمكن القائمه دي اعتقد مش هتكون في وقت من الاوقات نهائيه، هو الراجل لسه بيشوف عدد كبير جدا من اللعيبه، العمر ده فيه لعيبه كتير جدا وفيه لعيبه كتير جدا مميزه، هو الراجل حابب ان هو يتفرج على اكبر عدد من اللاعبين عشان يقدروا ان هم يفيدوه الفتره الجايه، اعتقد ان الكابتن رياض محتاج بس انه ياخد بقى فرصته كامله، بتتكلم على عدد سنين، محتاج ان هو ياسس منتخب قوي، محتاج ان هو يشتغل مع المنتخب كتير، محتاج ان هو يطلب معسكرات ياخدها، ودي دايما المشكله الازليه ما بين الانديه وما بين المنتخبات، محتاجين احنا كمنتخبات وطنيه يكون في استغلال لكل فترات التوقف، واعتقد الكابتن وائل رياضي هيعمل ده، شفنا برضو 8 لعيبه من النادي الاهلي موجودين، يمكن 8 لعيبه خلاص الناس بقت عارفه اسمائهم قبل كده، الناس عارفاهم قبل كده، احمد عبدين معتصم محمد يوسف حفيظ كباكا فارس عمرو عبد الله زعلوك، كل الناس دي شافتهم قبل كده وطلعوا مع الفريق الاول اتدربوا وظهروا قبل كده، فاعتقد ان لا منتخب مصر الشباب عنده لعيبه كويسه مع مدرب كويس، محتاج بس انه ياخد فرصته بشكل كامل، الجلسه مع استدوار العالم كانت عاديه، يعني اللي هي جلسه عارفه اللي هي جلسه الثقه، احنا بنديك الثقه وواثقين فيك وان احنا هنوفر لك كل حاجه في دوره شمال افريقيا، ومحتاجين ان انت بس تظهر بشكل كويس، يمكن ما بيبقاش في ضغوطات قوي على منتخبات 2005 و7 و8 و9 زي المنتخب الاول او الاولمبي، ما بيبقاش في ضغوطات البطوله او ضغوطات انك تحقق لقب، بس محتاج طبعا انك تظهر بشكل كويس، لانك في الاول وفي الاخر بتلعب باسم منتخب مصر، وفي نفس الوقت برضه اللعيبه دي هتكون بالنسبه لك مهمه جدا جدا الفتره الجايه. جميل، عندك اي اسئله ثانيه؟ لا انا كده امام نكتفي بهذا القدر. احنا بنشكرك استاذ محمد على وجودك معانا، نورتنا، شكرا جزيلا لوجودك معانا. طيب نستكمل بقى أخبارنا وكلامنا عن بعثة منتخب مصر لكرة اليد، يمكن البعثة هترجع النهاردة خلاص بالليل من معسكر ألمانيا بعد خوض وديتين مع منتخب الماكينات استعدادا لأمم إفريقيا اللي هتستضيفها طبعا مصر خلال شهر يناير المقبل، ويمكن هيشارك منتخب اليد في بطولة الدوري الذهبي في الفترة من 3 وحتى يوم 8 يناير المقبل، دي هتكون بالدنمارك في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وهيخوض منتخب مصر الرجال اليد في هذه البطولة الحقيقة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا، يمكن عايزين نتكلم أكتر إن ده هيكون استعدادات قوية جدا مع منتخبات زي ما بنقول كده كلاس A يعني في اللعبة، فمحتاجين إن احنا نعمل حساب بالمرحلة دي أكيد بشكل كبير، وفي سياق آخر طبعا طلب مسؤول الاتحاد المصري لكرة اليد من الاتحاد
الإفريقي تأجيل انطلاق المنافسة الإفريقية لمدة 24 ساعة لتقام 19 من يناير المقبل بدلا من 18. ده طبعا بسبب ارتباط منتخب مصر لكرة القدم بمواجهة مهمة جدا مع غانا في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بكوتيفوار. كرة اليد من الملفات اللي بتقرب شوية من الاسكواش والنجاحات اللي طبعا لاعبتنا المصريين في عالم الاسكواش محققينها وعلى المستوى والصعيد العالمي، فالحقيقة حاجة مشرفة جدا جدا، ونتمنى ان هذا النجاح يتم استنساخه في كل الرياضات. عايزين برضو نعرف حضراتكم ان امبارح انتهت منافسات بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبي، وطالما بنقول كلمة بارالمبي يبقى لازم يبقى لنا هنا واقفة، لان كالعادة الحقيقة ابطالنا وبطلاتنا البارالمبيين يعني مشرفين وملهمين ومبهرين في كتير جدا من الأحيان، ومفيش أي فعالية بيشاركوا فيها في أي بطولة محلية إقليمية قارية عالمية لازم يرجعوا محملين بكم كبير ووافر من الميداليات. طبعا البطولة اللي بكلم حضراتكم عليها أقيمت في مصر على مدار الثلاث أيام اللي فاتوا، وحقق منتخب مصر فيها في آخر يوم لوحده 6 ميداليات متنوعة، عشان نختتم هذه البطولة برصيد ميداليات وصل ل 26 ميدالية متنوعة، 11 ميدالية ذهب 11 فضة و4 برونز. طبعا أرقام هايلة وإنجاز هايل جدا، وبإذن الله احنا مستنيين من أبطالنا المزيد من البطولات كمان إن شاء الله في الفترة القادمة لحين انطلاق بارالمبياد باريس 2024، ودي بقى اللي فعلا بنتمنى وبنحلم وبندعي إن احنا نحصد من خلالها إن شاء الله الكم الأكبر من الميداليات زي ما احنا متعودين من أبطالنا البارالمبيين. أنا متفائلة الحقيقة بدورة أولمبياد باريس، احنا عندنا عدد كبير من المنتخبات ويمكن حققوا في بطولات مختلفة يا كريم خلال الفترة اللي فاتت، وتم استضافتهم هنا في قناة الأهلي، عندهم باشن كبير قوي انهم يعملوا حاجة في الأولمبياد دي، فحاسة ان شاء الله منتخبات مصر بإذن الله تحقق مستوى مشرف، يعني حتى لو مش هيبقى عدد كبير جدا من الميداليات ولكن مستوى مشرف، عارف يعني، بس انا واثقة في ولادنا الحقيقة، بصراحة عندي ثقة كبيرة فيهم. من بوقك لباب السماء يا مريم. طيب النهاردة إن شاء الله هتنطلق منافسات بطولة ماليزيا المفتوحة للسكواش، وهتستمر حتى يوم من 10 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51,000 دولار للرجال وزيها بالضبط للسيدات. البطولة الحقيقة أن هي هتشهد مشاركة 15 لاعب مصري بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال. خلينا نقول لكم كده عن مين هيشارك منهم: سيف الشناوي، إبراهيم الأباني، علي حسين، ياسين الشافعي، كريم عبد الجواد، ومصطفى عسل. خلينا بقى يعني على مستوى السيدات، 9 لاعبات في منافسات السيدات هيكونوا: ناردين جرس، ملك خفاجي، كنزي ايمن، منى حامد، فريده محمد، وسما ابراهيم، ونادين شاهين، وامينه عرفي، ونور الطيب. الحقيقه ان احنا دايما لما بنيجي نتكلم على سكواش يا كريم بنبقى واثقين ثقة كبيرة جدا وواثقين في لاعبين الحقيقة أصحاب اليد العليا في اللعبة، وبنأمل في استمرار تصدرهم تصنيف اللعبة يعني سواء دوليا وحصد ميداليات بقى أولمبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028. والحقيقة إن دي يعني هتكون أول دورة ألعاب أولمبية بتنضم لها لعبة الإسكواش، وواثقين إن أكيد كل اللاعبين واللاعبات يعني المصريين هيحققوا فيها ارقام زي ما احنا دايما متعودين ان هم يحققوا ارقام وبيعتلوا الحقيقه التصنيف العالمي. يا سلام لو كانوا سبقوا بقى بالخطوه دي، يعني لو كانوا ادرجوا لعبه الاسكواش في الدورات الاولمبيه من سنين فاتت كان زماننا بصي مكتسحين. يعني الحقيقه يعني الاسكواش بالذات الواحد بيتكلم بقلب جامد جدا الحقيقه، طبقا للي بيحققوه اولادنا وبناتنا ابطالنا وبطلاتنا في هذا العالم وفي هذه الرياضه. قبل ما نطلع الفاصل ده تعالوا نعرف مع بعض درجات الحراره النهارده وصلت لكام في محافظات مصر المختلفه، بعدها فاصل ولنا عوده ان شاء الله. عوده مره ثانيه حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه في النادي الاهلي كل يوم في مستجدات وفي انجازات بتتحقق وفي امور بتستجد دايما، ودايما بنتابع معاكم في كل حلقه من حلقات البرنامج ده ايه اخر الاخبار وايه اخر المستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه. معانا النهارده زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم وهي متواجده حاليا امام دولاب البطولات في النادي الاهلي فرع الجزيره. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. لكن يا كريم قبل ما أبدأ أخبارنا النهاردة خلوني كالعادة أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء متواجدين في النادي منذ ساعات، يعني يمكن معظمهم موجودين حول المبنى الاجتماعي، في كمان بعض منهم بيمارسوا رياضة المشي في تراك النادي. أجواء الحياة داخل
داخل النادي مليانه بالنشاط والحيويه. كمان خليني اقول لك ان الطقس داخل النادي معتدل، يعني كل اعضاء النادي الاهلي تقدروا بقى تيجوا وتستمتعوا بالاجواء النهارده. خلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده والبدايه مع الفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق عنده راحه سلبيه من التدريبات، ان شاء الله هيستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراه سيراميكا كليوباترا اللي هتكون يوم الاربعاء ضمن منافسات بطوله الدوري. غدا المران هيكون الساعه 5، وبعد كده الفريق هيدخل في معسكر مغلق عشان بقى يدخل في اجواء المباراه. كمان يا كريم خليني اقول لك انه امبارح كان الفريق خاض مران بدون راحه بعد مباراه المقاولون العرب. المران كان قبله كالعاده مستر مارسيل كولر حريص على عقد محاضره مع اللاعبين، كانت محاضره بالفيديو عشان يتحدثوا عن كل الامور المتعلقه بمباراه سيراميكا كليوباترا ويبداوا الاستعدادات. اللاعبين اللي شاركوا في المران خاضوا تدريبات استشفائيه، وباقي الفريق خاضوا تدريبات يعني فنيه وخططيه زي ما قلت استعدادا لمباراه سيراميكا كليوباترا. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، حتى الان ماشيين بخطه ثابته جدا في بطوله الدوري، فازوا في جميع المباريات، ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. ومن رجال كره القدم خلونا بقى نروح لرجال كره اليد اللي بيستعدوا بشكل قوي جدا لبطوله السوبر جلوب كاس العالم للانديه واللي منافساتها هتقام من يوم 7 ل 12 نوفمبر. طبعا الفريق كان غادر خلاص للسعوديه عشان يدخل في اجواء البطوله. بيترأس بعثه الفريق عضو مجلس اداره طبعا محمد الغزاوي. بنتمنى للفريق كل التوفيق. وكمان بقى خلوني اذكر حضراتكم بقائمه النادي الاهلي. قائمه النادي الاهلي بتضم عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، محمد ابراهيم، احمد عادل، ابراهيم المصري، ياسر سيف جده، محمد مجدي، شريف نبيل، عبد الرحمن فيصل، احمد خيري، فوكس، احمد راضي، محسن رمضان، محمد لاشين، سيسا، زيزو، اسلام راضي، عمر كاستيلو، وعمر سامي دحروج. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى يشرفوا النادي الاهلي والرياضه المصريه زي ما عودونا دايما ويتالقوا في هذه البطوله. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار كره اليد. الحقيقه انا عايزه اقول لكم انه مش بس رجال كره اليد اللي شاركوا او هيشاركوا في كاس العالم للانديه، كمان شفنا رجال كره السله بيتالقوا في كاس العالم للانديه وبيحصلوا على المركز الرابع. ان شاء الله كمان رجال كره القدم هيشاركوا الشهر القادم في بطوله كاس العالم للانديه. وهو ده النادي الاهلي نادي البطولات، وده طبعا بيدل ان النادي الاهلي هو بطل افريقيا وبطل القاره السمراء، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى دلوقتي لفتيات الذهب سيدات كرة الطائرة بالنادي الأهلي، واللي النهاردة هتكون ضربة البداية ليهم في بطولة الدوري. هيكون عندهم مباراة أمام فريق أصحاب الجياد، مباراة إن شاء الله هتكون الساعة 4 العصر هنا على صالة النادي الأهلي. خليني بقى أنوه لكل مشاهدين قناة الأهلي إنه هيتم بث المباراة مباشرة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله بقى يكون موسم كبير لفتيات الذهب. طبعا استعدوا بشكل قوي جدا لبطولة الدوري، شفناهم طبعا بيدعموا صفوف الفريق بعدد من الصفقات الجديدة اللي بنتمنى لهم كل التألق مع فتيات الذهب، إن شاء الله يكون موسم استثنائي. كمان بقى خلوني أفكر حضراتكم بمجموعة النادي الأهلي. النادي الأهلي بيقع في المجموعة الثانية بجانب أصحاب الجياد، الواي، الاتحاد السكندري، وادي دجلة، الصيد، الشمس، دلفي. وكمان خلوني أقول لحضراتكم هيكون عندهم مباراتين كل أسبوع يوم الجمعة ويوم الاثنين، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان استكمال الحديث عن كرة الطايرة، خلوني أقول لكم انه رجال كره الطايره ايضا بيستعدوا بشكل قوي جدا لبطوله الدوري. خلاص بقى الكاونت داون بدا، هيبداوا بطوله الدوري ان شاء الله يوم 18/11. يمكن خاضوا اكتر من مباراه وديه سواء مع سبورتنج او فريق طلائع الجيش، كل ده استعدادا لبطوله الدوري ولبدايه الموسم اللي طبعا بنتمنى لهم زي ما اتمنين للفتيات الذهب. بنتمنى كمان لماسترز كره الطايره كل التوفيق. نروح بقى لرجال كرة السلة، واللي طبعا هيواجهوا القناة في ثمن نهائي بطولة الدوري المرتبط. المباريات إن شاء الله هتكون يوم الأربع والجمعة المقبلين. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله بقى يستعيدوا تركيزهم مرة أخرى ويتألقوا زي ما شفناهم الحقيقة الموسم اللي فات. كمان يستعيدوا مستواهم زي قلت مرة تانية ويتألقوا في جميع المباريات، لأن هو ده الحقيقة اللي هم عودونا عليه. أما عن سيدات كرة السلة فخلاص تم تحديد موعد نصف
في نهائي بطولة الدوري المرتبط، واللي طبعا هيكون أمام فريق سموحة. المباريات هتكون يوم 7 و9 نوفمبر، وهتقام بالاسكندرية بالتحديد على صالة برج العرب. طبعا ملكات كرة السلة الحقيقة عاملين موسم كبير جدا، حتى الآن فازوا في جميع المباريات، ويمكن كمان في كل مباراة بيفوزوا بفرق سكور كبير. نتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. كمان الحقيقة امبارح كان في عدد من المباريات لفرق الناشئين وناشئات والشباب بالنادي الأهلي في كرة السلة في بطولة منطقة القاهرة، والحقيقة أنه جميع أو 3 فرق الحقيقة فازوا بسكور وباكتساح في المباريات. وخليني أقول لحضراتكم بالتفصيل النتائج. شباب 16 سنة فاز على فريق الرحاب بنتيجة 74-28، شباب 20 سنة فاز على مصر للتأمين بنتيجة 69-33، وناشئات 16 سنة فازوا على مدينة نصر بنتيجة 51-7. زي ما قلت ده ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في المباريات القادمة. يعني يا كريم يا مريم، دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي الأهلي النهاردة. معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. مفيش أي استفسارات، مفيش غير كل الشكر ليك يا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية. شكرا ليك. شكرا جدا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. والحقيقة ان خلينا نتكلم انه في الوقت الحالي مصر بتستضيف بطوله الاهرام الدوليه الثانيه لكره الهدف للمكفوفين. يعني معانا تقرير هام جدا عن تفاصيل البطوله، خلينا نتابع ونرجع لكم مره ثانيه. البطوله دي بطوله اهرامات مصر الدوليه الثانيه، ده معناه ان مصر يعني بتنظمها سنويا. نظمناها العام الماضي البطوله الاولى اهرامات مصر الدوليه الاولى، والنهارده بننظم الثانيه، وان شاء الله كل سنه انها دخلت في جدول الاتحاد الدولي بطوله دوليه وديه على الاجنده الدوليه، فكمان بتدخل ضمن ترتيب في الرانك الدولي وترتيب الفرق والمستويات والدرجات اللي بتحصل عليها الدول في هذه البطوله. هي البطوله حلوه يعني في مصر، تنظيم وصاله حسن مصطفى يعني صاله جميله، فكويس ان في اهتمام بحاجه مثلا زي كده. ولسه ان شاء الله عندنا الشهر الجاي عندنا بطوله افريقيا مؤهله للاولمبياد، فان شاء الله دعواتكم ان شاء الله نصعد باريس ونعمل نتائج يعني تشرف مصر ان شاء الله. احنا والله في معسكر من شهر 4 كان عندنا بطولة لسه راجعين من بريطانيا وعملنا نتائج حلوة، ودلوقتي عندنا بطولة هي بتاعت الأهرامات دي دلوقتي، إن شاء الله بكرة نصعد النهائي وناخد البطولة، وبعد كده عندنا إن شاء الله من أول يوم 7 لحد يوم 15-12 بطولة أفريقيا مؤهلة الأولمبياد. إحنا استعدنا البطولة دي إن إحنا قاعدين في معسكر الأولمبي المعادي بقالنا أكثر من شهر، وداخلين في شهر. البطولة دي استعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 24. بطولة أفريقيا اللي جاية تكون هي المؤهلة لفرنسا، وربنا معانا ويوفقنا يعني. وهي يعني الميزة إن البطولات الودية والدولية والقارية إنها بدأت تقام في مصر، واللعبة بقى ليها شعبية أكتر من الأول. إحنا طبعًا كان عندنا معسكر من فترة، بدأنا المعسكر من 1/9، قعدنا في المعسكر شهر، وبعد كده كان في انقطاع عشان بطولة كأس مصر بطولة السوبر، وبعد كده رجعنا المعسكر مرة تانية. في تقريبا كان فترة المعسكر حوالي 2 شهر. كان عندنا فيهم طبعا برنامج الاستعداد للبطولة ومن بعدها بطولة أفريقيا، فتعتبر بطولة الأهرامات الدولية التانية دي هي محطة أخيرة قبل بطولة أفريقيا. أحب أقول لكم إن البطولة دي بطولة دولية استعدادا للبطولة اللي هتقام الشهر الجاي، البطولة الأفريقية. والبطولة الأفريقية دي بطولة رسمية لأنها مؤهلة لدورة باريس البارلمبية، فدي تعتبر بروفة للبطولة الرسمية. احنا هنا دورنا كلجنة طبية بتقوم بخدمة جميع اللي في البطولة، سواء لاعبين، إداريين، فنيين، رعاية طبية كاملة، إصابة ملاعب. الحمد لله أشكر. هاي المباراة كان لها إنها خاصة بزج عناصر شبابية، والحمد لله أشكر قدرنا نتوفق بهذا الأمر بإذن الله. صارت عندنا إصابة الحمد لله، يعني هي هاي رياضة كرة الهدف يعني بها إصابات وبها راحة، ف
فالحمد لله شكر قدرنا نتغلب على الفريق المصري. الحمد لله وشكر، يعني حصلت عندنا اصابات غير متوقعه وقدرنا بالنهايه نسوي شيء. النادي المصري نادي قوي وندو منافس، يمكن اخر لحظات يلا تلاحقنا للنتيجه. الناس دي ابطال قوي الحقيقه، ليهم مننا كل التقدير والتحيه والاحترام، ربنا يكرمهم وينجحهم ويسعدهم يا رب. تعالوا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده نشوف معاكم ومن خلال هذا الفيديو جراف ونتعرف سوا على اكتر 5 لعيبه لعبوا مع الثنائي الاسطوري ميسي ورونالدو. بعديها فاصل ولا نعود. حضراتكم من جديد. عندنا الحقيقه في الفقره دي كلام كتير جدا في ملف الالعاب الاخرى وخصوصا مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه لكره اليد السوبر جلوب، ده طبعا غير كلامنا عن المنتخبات الجماعيه للالعاب الاخرى المتاهلين بالفعل لاولمبياد باريس 2024. يعني باختصار عندنا حديث مطول مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي. صباح الفل يا استاذ محمد، منور. صباح الفل عليك يا محمد، اخبارك ايه؟ صباح الفل الحمد لله تمام. طبعا الحقيقه سوبر جلوب بطوله مهمه جدا بتقام السنه دي في السعوديه. يعني لو هنتكلم او هنبدا قبل ما يعني نتطرق للاهلي والمجموعه اللي هو فيها، خليني اعرف منك اكتر عن تقييمك للفرق المشاركه، يعني شايف ازاي المنافسه ما بينهم، شايف ازاي المستويات كمان المختلفه؟ شايف ان بطوله قويه جدا السنه دي تحديدا، هتكون اقوى من كل سنه لان كان قبل كده كان متعرف ان البطوله بتتلعب دي النسخه 16 المفروض هتقام خلاص بكره انطلاقها، يعني كان بتلعب بين افضل 8 انديه بطل كل قاره، وبعد كده الاتحاد الدولي بيبقى عنده دعوه او دعوتين بيوجهها لاحد الانديه. المره دي الامور اتسعت، بقى 12 فريق اكتر من نصهم من اوروبا، كلهم بقى معركه يعني طبعا. عشان فريق او حد عربي او افريقي او يعني سيان من المنطقه سواء الشرق الاوسط يعني تحديدا، يقدر ان هو يكسب فريق اوروبي مهما كان هو مين. مجرد فرق اوروبيه، احنا بنتكلم على تقايل اوروبا. صفوه فرق طبعا. اوروبا يعني احنا لسوء الحظ يعني ان احنا ده هنخليه في الجزء الثاني لما نيجي نتكلم على الاهلي تحديدا، لكن الاهلي واقع في مجموعه هو معاه فريق منتخب عالم حرفيا منتخب عالم. يعني هي القصه كلها انه مثلا احنا طبعا امبارح كان لعيبه الاهلي كلنا بنشفق عليها ان الامور هتكون بالنسبه لهم مش صعبه لعلو مستوى المنافسه، قد ما كمان ان اللعيبه نفسها هتكون مرهقه بشكل كبير. اللعيبه كانت منضمه مع وظهر ده قدر لعيبه النادي الاهلي في كل الرياضات. ما هو استاذ كريم هقول لحضرتك انه قدر الاهلي ان هو انت الشريان الرئيسي لمنتخبات المصريه طبعا في كل الالعاب، فده دي ضريبه الاهلي لازم هيدفعها، ويعني الاهلي بيدفعها بحب وفخر وانتماء، وان هو يعني ده الدور الرئيسي بالنسبه له ان هو انا الداعم الاساسي بالنسبه لمنتخبات مصر صحيح. في كل الالعاب. فاللعيبه لسه مخلصين معسكر امبارح مع منتخب مصر، كانوا عندهم مباراتين مع المانيا، قدرنا ان احنا نتعادل في المباراه الاولى 31-31 امبارح، يعني عملنا ريمونتادا كبيره جدا في النتيجه، قدرنا احنا نرجع من فرق 7 اهداف ل هدف واحد وكنا نقدر ان احنا نتعادل بس يعني الوقت ما سمحش والظروف، لكن تجربه قويه جدا اكيد هتفيد اللعيبه كمان نفسها. احنا عندنا 7 لعيبه من المنتخب كانوا موجودين مع من النادي الاهلي كانوا موجودين مع المنتخب في معسكر المانيا، وفي لعيبه ثانيه كانت ممكن انها تكون موجوده. الراجل في بدايه باستور في بدايه تكوينه المنتخب ضم 12 لاعب من ضمن 30 لاعب من النادي الاهلي تقريبا، تتكلم في النص، وال 30 دول فيهم مثلا 6 أو 7 لعيبه محترفين، فان انت
يكون عندك 12 لاعب هو باصص عليهم شايف ان اللعيبه دي من اللعيبه اللي هتكون هو حاططها في استراتيجيته خلال من هنا لغايه امم افريقيا الجايه 2024 مطلع 2024، فشايف ان الاهلي بالنسبه له يعني عنصر رئيسي. طيب الاهلي هيستهل مشواره بكره ان شاء الله بماتش مع النور السعودي، تقييمك ورؤيتك كده للماتش ده هيمشي ازاي، ولو حطينا الاهلي في كفه والنور السعودي في كفه؟ التقييم هتكون هو مبدئيا بس الاهلي مسافر، يعني مستر ديفيد ديفيز كان حريص انه يسافر بالبعثه كامله او بقوام الفريق بشكل مكتمل. احنا مسافرين ب 20 لاعب، احنا هو الراجل دايما بيكون عنده انه كل اللعيبه تكون جاهزه، كل اللعيبه تكون في اتم استعداداتها للحدث اللي ورا حاليا. يعني كان بطوله افريقيا الاخيره كانت في الكونغو برازافيل اللي قدر النادي الاهلي انه يفوز بلقبها، كان مشارك كان مسافر ب 19 لاعب، كان اللاعب الوحيد اللي كان خارج دايره اهتمامه هو عبد الرحمن حميد ولكن نظرا لاصابته. اول ما حميد بقى جاهز وجاهزيته تقدر تسمح ان هو يكون موجود مع التيم او مع الفريق، ضمه للفريق وسافر بيهم على السعوديه. الفرقه وصلت خلاص، يعني خلاص دخلوا اصلا الاجواء ودخلوا جاهزين الاستعدادات بشكل كامل. لعيبه المنتخب انضمت لعيبه الاهلي، خلاص بقى ال 20 لاعب كلهم موجودين مع بعض جاهزين. يعني النهارده هيبقى بالنسبه لهم التمرين الرئيسيه والتمرين الاساسيه، الراجل هيتكلم فيه على كل نقاط القوه والضعف بالنسبه للمنافس طبعا النور السعودي. كل اللي هي ايه بالمناسبه؟ هقول لحضرتك، هم بيقودهم كابتن اسر القصبي، مدرب مصري كان ليه واصلا يعني براجل ليه صولات وجولات في التدريب المصري، درب قبل كده نادي سبورتنج بعد منتخبات مصريه عديده. دي نقطه قوه كبيره جدا ان هو يبقى دارس الاهلي دارس كويس، لعيبه الاهلي طبعا اللعيبه كمان، يعني تحديدا مش النادي كتيم، لا ده هو عارف لعيبه الاهلي طبعا، اللعيب ده بيدخل منين، اللعيب ده بيشوط منين، اللعيب التركات اللي بتتعمل. طب ما ده خطر. ما طبعا دي من ضمن الحاجات اللي هي مديالهم افضليه بالنسبه للنور السعودي. كمان بيعاونوا كابتن حازم عوض لاعب الاهلي السابق ونجم الاهلي السابق في الهاندبول، يعني هو بالنسبه لهم الاهلي كتاب مفتوح. احنا بالنسبه لنا كده كده الاهلي تابع ماتشات كتير جدا للنور السعودي، اتفرج عليهم في البطوله العربيه. من ضمن النقط المهمه اللي بيشتغل عليها ديفيد ديفيز ان هو كل الفرق اللي بيجي يلعبها بيكون مقطع لها فيديوهات قبل لما بيجي يبدا يتكلم مع لعيبته، وهو بيكون قاعد مع الجهاز الفني بتاعه وحط الاستراتيجيه ومين افضل العناصر اللي يبدا بيها. وزي ما قلت لحضرتك هو عنده ميزه موجوده حاليا في فرقه الاهلي ان هو ما عندوش اساسي واحتياطي. احنا دايما كان بيبقى عندنا مشكله ان لعيبه الاهلي انت بادئ بالفول تيم، بس طبعا الطبيعي في الهاند بول لازم ان انت هتبدا تريح لعيبتك، لازم يبقى في روتيشن عشان اللعيبه دي مش هتقدر تديك 60 دقيقه كلها. فلازم انت تبدا لما هتغير مين العنصر اللي هيبدا يدخل على الفريق، وهل هو في الوقت ده الكيرف او المنحنى بتاع الفريق هيفضل ماشي بنفس النمط ولا هيحصل بقى هبوط للمستوى شويه. فمن ضمن ابرز النقط اللي ديفيد ديفيز بيبني عليها خلال السنه ونص اللي كان موجود فيها مع مع الفريق ان هو مخلي في ثبات، ان اولا التيم كله ما تعرفش مين اساسي مين احتياطي. من ضمن الاهم النقط كمان اللي بيشتغل عليها ان هو الراجل كان النادي عرض انه يتم الاستعانه بمحترفين لو هو حب، لانه كده كده كان القصه انه كان مطروح الامر في بطوله افريقيا اللي فاتت ان احنا نقدر ان احنا نشارك ونجيب محترفين يبقوا موجودين مع التيم. الراجل قال لا انا كده كده شايف ان لعيبتي تقدر انها تكمل المهمه معتمد بدون عليهم بدون فما ده ما حصلش ان دخل عليهم دم جديد او دخل عليهم محترف لسه يبدا ينسجم ولسه يبدا يحفظ طريقه اللعب ويبدا لا دي من ضمن اهم النقط اللي هو بيشتغل عليها كويس جدا، ان خلاص اللعيبه حفظت بعض واللعيبه بقت ممكن تغمى عليها وتبدا تديها جمل هينفذوها بالظبط زي ما هي. بس انت يا ناجي قلت في بدايه كلامك نقطه مهمه جدا، قلت يعني للاسف النادي الاهلي واقع في مجموعه النور السعودي برشلونه الاسباني. خليني اتكلم معاك اكتر عن فكره المجموعه وصعوبتها وممكن تبقى يعني فرصه الاهلي ان هو يتاهل للنهائيات وان هو يحصد البطوله قد ايه.
بصي عشان برضو الواحد يكون امين زي ما انا قلت لك في بدايه الكلام انه كان قبل كده الامور بتكون شويه الى حد ما اسهل لان انت بالثمانيه بيتصنفوا فانت ممكن تاخد فريق اقل شويه فتقدر انك او تاخد فرقه من اوروبا بس زي ما حصل معانا السنه اللي فاتت كانوا معانا في المجموعه بنفيكا قدرنا احنا نتاهل على حسابه ونوصل لدور الاربعه لكن انت المره دي الدنيا كانت محتدمه جدا برشلونه اصلا متاهل لبطوله العالم بدعوه من الاتحاد الدولي يعني برشلونه مش متاهل بصفته بطل اوروبا ولا هو حامل لقب البطوله يعني حامل لقب البطوله هو فريق ماجدبورج الالماني لكن هو برشلونه المره دي جاي البطوله دي بشكل مختلف جاي مركز جدا في انه يفوز بيها جاي يوصل رساله لكل فرق اوروبا ان هو مشكله كمان انه كان خسر مباراه قدام فيسبريم الالماني في اخر مباراه قبل التوقف الدولي عايز يعوض فعايز بقى لا يبدا ان هو يعني طبعا. يقول لا انا هاخد كاس العالم انديه او بطوله العالم للسوبر جلوب وارجع تاني لاوروبا وانا بطل العالم وجاي عشان اخد بعد كده بطوله اوروبا اتاهل منها ما اتاهلش بدعوه من الاتحاد الدولي ولا فالموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه ده يبعد شويه امكانيه ان احنا نحصد لقب هذه البطوله ما هو لازم الواحد يكون امين ويكون واقعي يعني واقعي عشان ما نعليش سقف طموح الناس ومره واحده الناس تصطدم انه لا الفروقات بعيده بس جزء كبير من الطموح ده متشكل من قبل سابقه اعمالنا في كره اليد انجاز التعبير يعني احنا برضو مش هينين ما على فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه هو اللعيبه بالجهاز مؤمنين ان بحظوظهم ان هم يقدروا يتاهلوا هم الناس مش رايحه بتقول لك طب خلاص انا هكتفي بان انا اخد التاني العباره الكلاسيكيه بتاعت تمثيل المشارك لا 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 خالص لا هو الاهلي اولا الاهلي عامه بالنسبه له الاهلي بيلعب الاهلي بيلعب كل مباراه هو هدفه فيها الفوز طبعا هو ما بيفكرش بقى انا هلاعب احنا بنتكلم بس بنحلل الامور بالنسبه للساده المشاهدين وبرده بنتكلم يعني بحس ان احنا كده كده مشجعين للفريق وداعمين ليه فمش طبعًا. عايزين نحط عليهم هم حمل او لود زياده ونبقى شايفين انه الفريق لا لو ما كسبش برشلونه يبقى الفريق اخفق لا هو حط كل حاجه في حجمها بس في نفس الوقت الاهلي دايما عودنا ان احنا لما بنيجي نخش اي منافسه او اي مباراه انت هدفك ان انت تفوز بيها بس ما ننكرش برضه يعني بعد الحقيقه تولي ديفيد ديفيس الموضوع اختلف يعني الفريق كان حاجه وبقى حاجه شكله حاجه تانية خلال الفتره اللي فاتت دي سنه ونص ديفيد ديفيس ان هو اولا راجل واقعي جدا بشكل كبير عارف هو بيعمل ايه عارف هو بيخطط لايه لبكره بيشتغل على انه هو النهارده انا ببني فريق يشتغل على انه رايح الاهلي على المستوى المحلي ونبدا نستعيد الزعامه القاريه لان دي كانت حاجه بتؤرق جمهور الاهلي ومجلس ادارته انه انت ازاي انا مش الفرق الجاب مسافه البطولات بيني وبين المنافس كل العدد ده لا لازم دي ده يعني هنا في مشكله كان بالنسبه لنا في مشكله بالنسبه للاهلي انه دي رابع مشاركه في تاريخ الاهلي بس في كاس العالم انديه احنا مثلا في الكوره بنتكلم في 8 9 مشاركات انت بالنسبه لك في الهاندبول لا كان ومشاركات الاهلي كانت على فترات بعيده لكن انت مجرد وصول ديفيد ديفيز حصل نقله في فكر اللعيبه نفسها كل اي تكلم اي عنصر من ضمن عناصر الفريق هم مؤمنين بحظوظهم انه لا احنا فريق كبير وليه لا ما نكسبش برشلونه هو ما برشلونه اوريدي كده كده خسران من فيسبريم وفيسبريم عنده اتنين لعيبه من منتخب مصر كانوا موجودين في يعني يحيى الدرع ويحيى خالد اتنين موجودين في فريق فيسبريم ويحيى الدرع كان ليه اداء هايل في الماتش وكان سجل 6 اهداف في مرمى برشلونه في مباراه فيسبريم قدام برشلونه في دوري ابطال اوروبا فهو اللعيبه نفسها اوريدي عارفه انه انت حلمك تقدر تحققه لكن هو القصه كلها انه احنا بنتكلم برشلونه بيمتلك اتنين حراس هما مصنف رقم 1 و2 على العالم يعني هي القصه كلها شلت الاساسي اللي هو فارجاس جون الاساسي بتاع منتخب اسبانيا عندهم حارس تاني نرويجي ما يقلش اي حاجه عن الاساسي هما الاثنين تحس ان تيمه واحده الاثنين نفس المستوى لعيبه الدايره لكن لعيبه الاهلي كده كده هتبقى نازله الجيم مركزه في كل تفاصيله احنا بس بنقول اللي هو دورنا ناحيه الجمهور ان هو الناس لازم تدعمهم وتساندهم وتكون في ظهرهم بس بدون ما تحط عليهم
لود ازيد من اللازم. يعني انت كده كده شجع فريقك ويكون في ظهره وامن بحظوظه، لكن برضه في نفس الوقت انت تكون مستني منه المكسب، بس ما تبقاش حاطط ده حمل عليا. صحيح. طيب احنا هنتنقل مع حضرتك بين الملفات المختلفه، اكيد هنرجع مره تانية لكره اليد، بس فيما يتعلق بباريس 2024، مين اللي تأهل لغايه دلوقتي؟ يعني احنا وضعنا كوفد مشارك حتى هذه اللحظه في الرياضات المختلفه عامل ازاي؟ احنا بنتكلم دلوقتي تقريبا في حوالي 66 او 67 لاعب ولاعبه تأهلوا الاولمبياد، اخرهم لسه من ساعات سيف عيسى ضمن خلاص تأهله الاولمبياد باريس بشكل رسمي بعد حصوله على فضيه بطوله افريقيا، لان هو خلاص هو بقى الفرق بينه وبين اللي بعديه في التصنيف الاولمبي عدد نقاط مش هيقدر اللي وراه يحصله في عدد النقط دي. فكده كده خلاص اوريدي سيف عيسى ضمن تأهله للاولمبياد للمره الثانيه على التوالي. واعتقد ان هو يعني سيف لو فضل ماشي بنفس الفكر ونفس التخطيط اللي هو بيخططه لنفسه خلال السنوات اللي فاتت، هنكون قريبين جدا من ميداليه اولمبيه جديده ان شاء الله في التايكوندو في 2024. احنا عموما مشاركين في كام رياضه لغايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي في 9 رياضات، لانه في لسه العاب ما بيشاركوا في بطولات مؤهله لسه. كده كده بيكون لسه بالنسبه لهم باب التاهيل ما انتهاش او ما اتقفلش. انت عشان في يعني في العاب كتير جدا مع نهايه 30/4 و30/5 2024 هيكون خلاص اوريدي بقى يعني هنستوب الامور انتهت. هنبدا نشوف مين في التصنيف، مين جوه الرانك، ومين خلاص ما فرصه بقت منعدمه في قصه. لكن احنا لغايه دلوقتي في 9 رياضات 66 لاعب ولاعبه قدروا انهم يتاهلوا في رياضات كتير جدا. يعني تاهلنا احنا مثلا باتنين بمنتخبين جماعيين، ودول هيفرقوا معانا بشكل كبير جدا. يعني احنا عندنا المنتخب الاولمبي لكره القدم اتاهل، منتخب الكره الطايره ضمن بشكل رسمي تاهله للاولمبياد اللي جايه. امبارح كنا قريبين جدا برضو من على انه يكون نضيف منتخب جماعي ثالث، لكن لسوء الحظ الامور ما كانتش في صالحنا. منتخب الهوكي كان قريب من ان هو يتاهل بشكل رسمي، كان بيلعب مع منتخب جنوب افريقيا الماتش الفاصل او الماتش المباراه النهائيه في التصفيات المؤهله، التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو، ولكن خسرنا بنتيجه 2-1. يعني الماتش اصلا كمان نفسه جوه الجيم منتخب مصر سجل هدفين، ولكن التحكيم قال ان الهدفين مش سلام وتم الغاء الهدفين، وبعد كده جنوب افريقيا قدرت انها تسجل هدف وتاخد تذكره التاهل للاولمبياد. احنا هنخش بقى بعد كده لسه تصفيات عالميه، الامور هتكون اصعب بالنسبه لهم زيهم نفس حال، بس لسه في فرصه ان لسه في فرصه زي نفس حال بالظبط فريق كره السله، عندنا نفس الحظوظ ان انت تقدر تتاهل، لكن كان الافضل او الاسهل ان انت تاخد التذكره القاريه بتاعتك. طب. يعني انت بتتكلم بقى هنروح على مستويات تانية، شكل تاني، استعدادات تانية خالص، اغلبهم منتخبات اوروبيه، منتخبات اصلا من شرق اسيا، كده كده بالنسبه لهم اللعبه دي من ضمن الالعاب المهمه والالعاب الرئيسيه بالنسبه لهم. فهتكون الامور يعني مش هنقول انها اسهل حاجه. بنتمنى لهم التوفيق طبعا، سواء كان منتخب كره السله او منتخب الهوكي، لكن برضه نفس الوقت لازم ندي كل حد حقه، يعني الامور هتكون صعبه شويه. طيب خلينا قبل ما نروح يعني بعض الملفات الاخرى نرجع تاني لكره اليد. احنا الحقيقه مصر بتستضيف بطوله هامه جدا خلاص خلال شهرين، الامم الافريقيه. استعدادات منتخب مصر ناجي شايفها ازاي؟ البطوله عامه بشكل عام، طبعا يعني مصر مش جديده عليها استضافه البطولات دي، بس اكيد هيبقى ليها شكل مختلف، والمنتخب كمان هنشوفه بشكل مختلف خلال المشاركه دي. عشان اهم ما يميز بطوله افريقيا اللي جايه انها مؤهله لاولمبياد طوكيو، مؤهله لاولمبياد باريس، وده الناس كلها بقى حاطه عينيها على انه منتخب اليد هو المنتخب الثالث المرشح للتاهل، يكون المنتخب الجماعي الثالث مع منتخبين كره القدم المنتخب الاولمبي ومنتخب الكره الطايره. كل الناس حاطه انه يعني مش عايزين بس نقول او يعني نفرط في الثقه ان المنتخب المصري هو المرشح الابرز، ولا مش عايزين نقول لا مش عايز تقول الاول صح؟ مش عايز اقول الاول هو الاقرب بس هي يعني بالورقه والقلم منتخب اليد هو فارق كبير جدا بينه وبين اقرب منافسين لينا على مستوى افريقيا، لانه حتى كل
كل المديرين الفنيين بتوع كل المنتخبات الافريقيه بتتكلم ان منتخب مصر دلوقتي هو منتخب اوروبي. انت بتتكلم على انه عندك اكتر من 7-8 لعيبه كلهم عناصر اساسيه في فرقهم اوروبيه، يعني كل واحد فيهم احنا بنتكلم انه الثلاث حراس بتوعنا محترفين اصلا. غير ان الاهلي فيه 2-3 حراس ممكن حد فيهم يقدر يدخل. يعني كريم هنداوي موجود في الصفه السعوديه، محمد علي موجود في فريق في اسبانيا، محمد الطيار موجود في المانيا، كلهم كل واحد فيهم عنصر اساسي في فريقه. بالاضافه ان عندنا علي زين في دينامو بوخارست، عندنا محمد ممدوح هاشم معاه في دينامو بوخارست، هو طبعا معار للنادي الخليج السعودي في بطوله بطوله العالم للانديه، يلعب بطوله العالم بعد كده يرجع على نادي تاني. عندنا لعيبه كتير جدا، يحيى الدرع، يحيى خالد في فيسبريم زي ما كنا بنتكلم عليهم. فالفروق كبيره بعيده بيننا وبين منتخب تونس تحديدا، لكن القصه ان انت لازم تبدا تخش البطوله انت عارف قدرك، لكن ما تبقاش بتتكلم ان هو انا. بس احنا كان عندنا بروفا يا ناجي، احنا كان عندنا بروفا في المعسكر مع المانيا، عندنا بروفا مع المانيا. طيب دي كان عندنا اكيد بينت قد ايه احنا ممكن نكون مستعدين للبطوله. لا المنتخب مركز بشكل قوي جدا، باستور بيتكلم مع العيبة انه ما فيش اساسي، نفس القصه اللي كنت بتكلم فيها مع ديفيد ديفيز، والدليل على كده انه اخذ اكتر من 3-4 لعيبة من منتخبات الشباب والناشئين. هو الراجل شايف كل اللعيبة، يعني ما كانش بيتكلم مثلا. احنا كانت من ضمن الحاجات او المشاكل اللي كانت بتقابل باروندو شويه انه كان هو في تيم كان قوي جدا وعناصره قويه جدا، لكن انت الاحلال والتجديد فيه يعني بيتم شويه ببطء، فانت اللعيبه نفسها بدات تحس ان كل واحد واخد مكانه او شبه حاجز مكانه الاساسي، او حتى لو في منافسه بين الاساسي والاحتياطي لكن هي منحصره عليهم. لكن باستور لما جه انا شايف انه في نقله كبيره جدا في عناصر المنتخب. الراجل ما فيش عنده فرق بين لعيب محلي او لعيب اوروبي، وفي الاخر اللي هينفذ التعليمات واللي هيأدي ويقدم افضل ما عنده هيكون موجود في المنتخب. يعني قراءه رائعه منك كالعاده، ربنا يخليك، متعودين عليه من حضرتك. نورتنا وشرفتنا يا محمد. شكرا جزيلا. طيب بكده تكون خلصت فقرتنا الحواريه الاولى، نطلع فاصل ونرجع علشان نستكمل بقيه فقرتنا الحواريه. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وكلامنا لسه متواصل في الكرة العالمية. ولما بنقول كرة عالمية بقى لازم نتكلم عن محترفينا في الخارج، وهو الحقيقة بيبقى ملف هام جدا في هذا الإطار. وطبعا يعني النهاردة مشرفنا للحديث عن كل هذه الأمور الأستاذ سليمان النقر الناقد الرياضي. النهاردة مشرفنا، صباح الخير عليك. ده نورك، أنا سعيد أني موجود معاكم. صباح الفل عليك، معاكم مره ثانيه. ده يسعدنا ويشرفنا وجودك معانا دايما في 10 الصبح في الاهلي. طالما قلنا كلمه محترفين يبقى لازم نستهل بمحمد صلاح ونعرف كده رايك ورؤيتك لاداء محمد صلاح في البريمير ليج، وبرده فكره ان هو واحد من ابرز ويعني واهم الاسماء المرشحه كاللاعب الافضل في البريمير ليج. شايف اللي حاصل ايه؟ محمد صلاح ما شاء الله طبعا مش محتاج تقييم. محمد صلاح يعني انت بتتكلم في لاعب عرف يصنع اسم كبير في على مستوى الكره العالميه مش بس الدوري الانجليزي. محمد صلاح النهارده للسنه السادسه على التوالي بينافس على لقب الهداف، يمكن خد 3 قبل كده هداف دوري انجليزي. انت بتتكلم برضو خمس سنين هداف ليفربول من ساعه ما جه، والسنه السادسه بينافس هو دلوقتي برضو هداف ليفربول. يعني هو وكمان المركز الثاني يعني بينافس واحد زي هالاند، يعني ما شاء الله ماكر التهديف بالظبط كده. مش حاجه مش محتاجين نتكلم عنها يعني. فمحمد صلاح يعني الحمد لله ماشي بخطى ثابته، يعني وصل لمرحله عاليه من النضج الكروي، عارف هو بيعمل ايه. كمان يعني محمد صلاح بيشتغل على نفسه بشكل كويس، انه كتدريبات خاصه بيعد نفسه يعني بدنيا. يعني كمان انت لو استاذ كريم لو تشوف الكلام من اللعيبه بيتكلم، يعني لسه شايف سوبوسلاي امبارح بيقول تصريح ان هو بيقعد مع صلاح عشان يتعلم منه ويشوف الخبرات اللي خدها وفكره التدريبات اللي بيعملها في بخلاف التدريبات الاضافيه بخلاف التدريبات في ليفربول، يعني عشان يتعلم منه ويوصل للمرحله اللي صلاح وصل لها. يعني بياخده مثل بيحتذي بيه يعني. يعني في ايه تاني هنقوله اكتر من كده؟
بس يمكن كريم لما كان بيتكلم كمان عن فكرة الجائزة الأفضل، احنا معنا خمس مرشحين يعني نقدر نقول كده ولا أقوى، معنا يمكن هالند، معنا ساكا، معنا يعني أولي واتكنز، يعني خمس مرشحين تقال جدا مع صلاح، فعايزين نتكلم أكتر عن فرصة صلاح في أنه هو يحصد الجائزة دي. هو طبعا اي ترشيح للجائزه صلاح هيكون موجود في يوم. ليه بقى؟ يعني احنا بنتكلم من لغه الارقام يا مريم، فالنهارده يعني صلاح انت بتتكلمي لسه زي ما كنا بنتكلم استمراريه وثبات، يعني فكره انه ليفربول ماشي بشكل كويس، هو دلوقتي المركز الثالث لكن موجود في المنافسه، الفرق بينه وبين مانشستر 3 بونت، فمش بعاد يعني ممكن ماتش واحد يعادل، ممكن مواجهه مباشره بينهم خلاص خلصت يعني. فالموضوع قريب مش بعيد. كمان صلاح بنفسه ان هو يعني 8 اهداف، بينه وبين هالاند 3 اهداف اللي هو 11 هدف هالاند، يعني فالموضوع برضو قريب. فلو في ترشيح لو ما كانش صلاح رقم واحد هيكون رقم 2، مش يعني مش هيبقى رقم 3 و4 يعني على مستوى الدوري الانجليزي، يعني الارقام هي اللي بتتكلم. فصلاح يعني وصل لمرحله من انه هو خلاص يعني زي ما تقول نموذج الارقام قياسيه متحركه. بس هو فرصه انه يحصل على لقب هداف الدوري الانجليزي عماله تبعد بوجود هالاند. ده طبيعي، بس خلينا متفقين برضو انه هالاند مهاجم صريح، ده غير انه صلاح جناح اساسي يعني، فجناح وست سنين بينافس على الهداف، ده انجاز في حد ذاته صلاح يعني، حاجه تحسب لصلاح مش عليه يعني. وهالاند برضو بيلعب فريق فيه كل الامكانيات متوفره يعني، مع احترامي لليفربول فريق كبير، لكن على المستوى الجماعي كله في تفوق كبير ما بين مانشستر سيتي وما بين ليفربول يعني. طبعا. يعني طبعا. ففي فارق كمان يعني، هو فريق مانشستر سيتي عنده نزعه هجوميه عاليه، فهتلاقي نسبه التهديف عنده اعلى من نسبه ليفربول، بس لو هنراجع الارقام الفريقين هنلاقي نسبه تهديف صلاح بشكل عام عاليه يعني. صلاح بخلاف ماتش امبارح يعني بتاع لوتون تاون جايب 5 اهداف في 3 ماتشات، منهم مباراتين او 3 هو اللي حاسمهم. طيب استاذ سليمان، دايما بيبقى مهم جدا اي حد متخصص شان عالمي بنناقش معاه، يمكن هي فكره متكرره بنناقشها دايما، بس هي مهمه جدا لان وجهه صلاح المقبله امر يعني الحقيقه مهم ولازم نناقشه. فكرة استمراره من عدمه مع ليفربول، احنا امبارح كنا بنتكلم انه يمكن يكون دي اخر او ده اخر موسم ليه مع ليفربول، وعن وجهته المقبلة، هل ممكن ينتقل للدوري الامريكي، هل هنشوف عروض اخرى من الدوري السعودي، يمكن كان في كلام كتير جدا مطروح في هذا الشأن خاصة الدوري السعودي، هل صلاح بالنسبة له هيكون العروض اللي متقدمة له ازاي، هل هيفاضل ما بينهم ازاي خاصة بعد ليفربول، لان هو يمكن مع نهاية الموسم اللي فات اختار ان هو يستمر مع ليفربول على الرغم من العروض الكبيرة جدا اللي اتعرضت عليه من الدوري السعودي. توقعاتي الشخصية ان محمد صلاح هيكمل مع ليفربول. محمد صلاح يعني صعب يروح الدوري الامريكي يعني لو هيروح ممكن كوجهة اقرب هتكون السعوديه، بس ما اظنش انه محمد صلاح هياخد الخطوه دي في الفتره دي. يمكن محمد صلاح ليه طموح معينه واهداف هو ماشي عليها. محمد صلاح عايز يوصل لمكانه معينه، ان يعني خلاص دلوقتي محمد صلاح بيقارن بالاساطير في ليفربول طبعا. يعني انت بتتكلمي في واحد اصلا من ترتيب رقم 12 في هداف الدوري الانجليزي على مدار تاريخه يعني، واللي بيفرقه 5 اهداف عشان يدخل في قائمه ال10 يعني، انت بتتكلمي الهداف التاريخي، ارقام قياسيه كتير لو هنتكلم. هو لو اختار انه يكمل مع ليفربول فهو الاقرب انه هيكمل مع ليفربول. أيوة هيكمل عشان حاجتين في الحاله دي، عشان يستمر في تحقيق المزيد من الارقام القياسيه، وعشان يرسخ اكتر فكره ان هو اسطوره المكان. هو خلاص يعني استاذ كريم بقى اسطوره فعليا بالارقام، وانه كسر ارقام كثيره في وقت قياسي اقل يعني. يعني مثلا لو هنتكلم مثلا الاساطير السابقين يعني الوضع كان مختلف بالنسبه لهم، لعبوا في مده اطول وحققوا الارقام دي. طب فمحمد صلاح في خلال 5 أو 6 سنين انت بتتكلم بينافسهم بالارقام دي في الفتره دي، فبحد ذاته ده انجاز يحسب لصلاح. فتقريبا كل ده
يعني هيخلي صلاح يعيد حساباته كتير قبل ما يفكر انه يسيب ليفربول يعني. طيب الى جانب صلاح احنا عايزين نمر معاك كده ونقف عند كل واحد من محترفينا المصريين في فرقهم المحترف المختلفه. تحب نبتدي بمين؟ زي ما تحب. عمر مرموش ليكن عمر مرموش الحقيقه كان اداء الفريق وتحقيق هو مع بصراحه عمر مرموش السنه دي يعني فاجئنا انه يعني اول موسم ليه مع انتراكت يعني عامل حاله يعني انت بتتكلم برضو 10 اهداف جابهم ولسه جايب جونين في يونيون برلين اخر مباراه اول امبارح يعني ماشي بخطى ثابته يمكن حتى المدرب هو اخر ثلاث مباريات 5 اهداف فده يعني معدل حقيقه كبير بالظبط. توب مولر المدرب بتاعه كان بيتكلم انه بيثني عليه انه بيقول ان هو بيتطور بسرعه ان هو لعيب ذكي بيجتهد بيعمل كل حاجه في التدريبات عايز يبقى ليه وضع مختلف. بالمناسبه بخصوص المحترفين احنا في ميزه كويسه ان احنا بقينا نسمح للاعيبه ان هي بتخرج في سن صغير مبكر للاحتراف يعني كان البدايه محمد صلاح كان دلوقتي عمر مرموش وادي مصطفى محمد ففي لعيبه كتير يعني اتمنى انه دي تبقى قاعده اساسيه او يبقى ليها يعني زي ما نقول سيستم جديد ان احنا يبقى مثلا اللاعب عند سن معينه مفترض لا يتعمل له مثلا عقد احترافي ويبدا يلعب بشكل اساسي مع الفرق او تسيبه يحترف يعني. احنا هنكمل مرور على كل المحترفين بس انا هعطلك على المرور ده لمده ثواني اتفضل. عشان اسالك سؤال بيدور في ذهن الناس كتير. انت عندك لعيبه مصريين محترفين في الخارج زي الفل، كل واحد فيهم عامل شغل احلى من الثاني مع الفريق الاوروبي اللي هو بيلعب معاه. ومع هذا لما بنشوفهم مجتمعين مع المنتخب المصري ساعات هذا الاجتماع لا يؤتي ثماره كما هو مرجو منهم. يعني ما بنشوفش منهم اللي احنا متوقعينه منهم طبقا لامكانياتهم وقدراتهم وخبراتهم اللي هم اكتسبوها في الخارج، تفسيرك للتفصيله دي ايه؟ ده طبيعي لانه الظروف مغايره يعني اصل يعني اللعب في المنتخب برضه مش زي اللعب في الفرق، مش هقول مثلا اللاعب ما بيديش لا بيندي، بس هي الفكره مثلا ممكن طريقه اللعب في الفريق بيساعده اكثر من طريقه لعب المنتخب، يعني انت بتتدرب هنا بطريقه معينه وفكر مختلف فبتيجي تتدرب مع المدرب المنتخب بطريقه وفكر مختلف او ممكن مثلا طب امتى بقى هنستفيد من يعني المحترفين بتوع أنا طالما النقطة دي قائمة هنستفيد في مرحلة امتى بقى؟ الثبات الفكري وجود مدرب المنتخب ثابت لفترة طويلة ودي اللي حصلت مؤخرا مع فيتوريا انه عقده كان 4 سنين مستمر معانا لحد 26 فدي فترة كويسة انه هيقدر فيها يتشبع فكر المدرب اصل المشكلة انت بتاخد على فكرة المدرب ده اصلا كم مرة في السنة؟ ما هو كل واحد فيهم بيلعب في فريقه في الدولة الأوروبية ما بيلتقوش غير في حال وجود معسكر للمنتخب او بطوله بشكل خلال الاجنده الدوليه ده المنطقي بس يعني على الاقل 3-4 معسكرات هتبقى بعد كده فهمت الدماغ ماشيه ازاي يعني فكر المدرب طريقته في اللعب ايه المهام المطلوبه منك لما بتلعب بيختلف طبعا من مباراه لمباراه حسب قدر المنافس اللي هتقابله فدي بتفرق شويه يعني يمكن عشان كده بنشوف مثلا في ناس بتلاقيها بيقول لك محمد صلاح بتاع المنتخب مش هو محمد صلاح بتاع ليفربول مصطفى محمد مش اللي هو احنا بنشوفه في فرنسا ده طبيعي يعني مش ما احنا ما نقدرش نتهم اللعيبه بالتقصير ده ما حصلش هم بيعملوا كل اللي عليهم وعايزين يخدموا بلدهم بس الفكره انه يعني اختلاف طرق اللعب اختلاف الادوار المركبه لكل لعيب جوه الملعب دي بتفرق برضه في ظهوره بشكل معين يعني. طيب بذكر بقى مصطفى محمد مهم جدا ان احنا نتكلم عن مباراه الامس لنانت الفرنسي ويمكن مصطفى احنا شفنا امبارح لقطه اعتراضه على التبديل وخروجه يمكن ما خرجش حتى قاعد على الدكه لا يعني غادر اصلا الملعب ودي يمكن ما كانتش لقطه متوقعه من مصطفى ويمكن مش منتظره وده ممكن يسبب ازمات ليه مع النادي او مع الجهاز طبعا الفني خلال الفتره اللي جايه اداء مصطفى شايفه ازاي وشايف ازاي كمان اللقطه دي تحديدا هو مصطفى محمد ماشي بشكل كويس يعني يمكن احسن لاعب في شهر 8 وفي شهر 9 ومرشح برضه انه ياخدها في الشهر ده من فريق نانت يعني مصطفى محمد يعني زي ما تقولي استوى
يعني كان عنده شوية نواقص السنة اللي فاتت، دلوقتي عرف يتغلب عليها يعني وصل لمرحلة كويسة من انه مستوى تطور. بالنسبة لي مشكلة مصطفى محمد دلوقتي في النقطة اللي كنت بتقوليها، فكرة ان هو العصبية. يعني كان قبل كده في كورة كانت خلاص طالعة من حوالي ماتشين ثلاثة كده، كرة تعتبر ميتة، كانت طلع ناحية الركنية ودخل احتك بلعيب الخصم وخد انذار وبعدها اتطرد يعني. فانت غرمت نفسك وفرقتك ان انت تطرد وهتغيب الماتش اللي بعده، والواقعة بتاعت امبارح. فالمفترض يعني مصطفى محمد انت خلاص يعني دلوقتي بتتكلم لعيب كبير من اهم اللعيبه في نانت، يعني المهاجم الاساسي في منتخب. على الرغم من اهميته دي يا استاذ سليمان، ممكن التصرفات دي، يمكن ده تصرف انت بتتكلم عنه، امبارح شفنا تصرف اخر، ممكن ان هو على الرغم من النجاحات اللي بيقدمها مع نانت وكمان مع النتائج اللي بيقدمها، ولكن فكره عدم السيطره اللي ممكن تخسر النادي تحطه في موقف ينقصه، بس انه ضغط النفس يبقى هادي شويه في التعامل. انت خلاص يعني اخذت من خبرات ما يكفيك ان انت تعرف تتعامل مواقف زي دي، يعني مش محتاج انت خلاص يعني لاعب كبير. برضه قبل ما نسيب مصطفى محمد، ودي تفصيله برضو عايزين نعرف منك مدى مصداقيتها، كان في كلام ابتدى يتقال في الفتره الاخيره ان مصطفى محمد وارد جدا ما يكملش بعد كده مع نانت، وارد جدا نشوفه مع الزمالك في الموسم الجديد. الكلام ده الى اي درجه هو كلام مظبوط؟ ما اتوقعش بصراحه، يعني انا اللي اعرفه عن مصطفى محمد انه حاطط تارجت لنفسه انه مكمل في الاحتراف، يعني هو عايز يعمل حاجه لنفسه، يعني هو اكيد لو فكر فيما بعد يرجع على مصر هيكون خيار اول للزمالك، بحكم ان هو النادي اللي صاحب فضل عليه والكلام ده. لكن انه يفكر يرجع الزمالك في المرحله دي ما توقعش خالص. يعني مصطفى محمد يعني انت بتتكلم السنه بتتغير عند اللعيب بعد ما بيحترف بره وينجح في حراسه. طبعا مصطفى محمد النهارده انت بتتكلم 5 اهداف في الدوري الفرنسي، المركز الثالث في قائمه الهدافين، فطموحه مثلا انه يشوف نادي اكبر، بيكون طموح في المنافسه اكبر سواء فرنسا او في اي يعني دوله اوروبيه. يعني ممكن وارد يشوف مصطفى محمد في PSG مثلا، باريس سان جيرمان، ممكن وارد جدا. يعني انت بتتكلم يعني امبابي بنسبه 90% مش هيبقى موجود مع باريس بعد الموسم ده، يعني خلاص هو مظبط اموره مع ريال مدريد. هنضطر ان احنا نقطع حضرتك يعني نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني، فاصل سريع ونرجع تاني نكمل حديثنا مع الاستاذ سليمان النقر الناقد الرياضي. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، لسه حديثنا مستمر مع الاستاذ سليمان النقر الناقد الرياضي عن محترفينا في الخارج، ويمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مصطفى محمد، ولكن خلينا بقى ننتقل يعني من مصطفى محمد للدوري السعودي ونجومنا هناك. طبعا يعني محمد شريف نجم النادي الاهلي السابق، ويعني اداؤه مع نادي الخليج، شايف ازاي اداء محمد شريف مؤخرا؟ محمد شريف ماشي بشكل كويس جدا مع الخليج. طبعا الخليج مش من الفرق المنافسه او بعيده شويه عن المنافسه، ولكن لحد ما بيقدم مستوى مرضي. يعني يمكن اخر ماتش كان قدام النصر السعودي، والنصر السعودي من الفرق القويه اللي بتنافس، يعني عامل اداء كويس، لعب لحد الدقيقه 85 و86 وده تم استبداله. يمكن على مدار الوقت اللي لعبه يعني كان ليه اكثر 4 أو 5 محاولات على المرمى، كان في تهديد، يمكن في كره ما كانش فيها توفيق، خبط في العارضه وكره صدها الجون، فيعني ماشي بشكل كويس، حصل على ثقه الجهاز الفني لفريق الخليج، يمكن يعتبر اللاعب الاساسي في خطه مدرب الخليج الفتره دي، فهو ماشي كويس كمان يعني. طيب تعال بقى نروح لموضوع مختلف حبتين، ميسي وفوزه بكرة ذهبية جديدة، وفي ناس كانت مستبعدة الفكرة من زاوية انه خلاص يعني ايه في خواتيم مشواره، ومن زاوية تانية فكرة ان هو ما بيلعبش، يعني بيلعب حاليا في الدوري الامريكي، يعني وكأن وجوده في الدوري الامريكي المنطقي ان هو يبعده عن امكانية حصوله على الكرة الذهبية. شفت حصوله عليها ازاي؟ هو ميسي كان متوقع انه هياخد الجائزه لسبب واحد بس، هو انه هو كاس العالم. يعني فكره انه ميسي يعني كافح على الموضوع ده من بدايه مسيرته
الارجنتين فما كانش فيه توفيق، كان ربنا وفقه كان له نصيب انه يرفع كاس العالم قبل ما يعتزل يعني، وكمان يعني اللي هو في عز مجده قبل ما يخوض تجربه الدوري الامريكي. في ناس كتير كانت فاكره ان دي هتكون لقطه النهايه بالنسبه له، مش انها هتستجد لقطه كمان حصوله على الكره الذهبيه بعدها. ما دي مكافئة دي. طب احنا لسه امبارح كريم كل شويه بنقول، كل ما نقول على ميسي نفتكر ان هو خلاص، لا بيفاجئنا اكتر يعني، كل ما نفتكر ان خلاص دي مسيرته الكرويه بتنتهي هنا، لا بيفاجئنا اكتر ان هو لسه عنده ظاهره برضو يعني. بالظبط كده، زي ما بتقولي هي ظاهره يعني. ظاهره بتظهر كل فتره كده لعيب معين ليه امكانيات ومقومات مش طبيعيه يعني، مش هينفع نقارن ميسي مع لعيبه تانية لان هو عنده موهبه فطريه يعني. بتكلم في لاعب 36 سنه داخل على 37 سنه مزبوط. بيعرف يرقص، بيعرف يجري يعني، حتى العامل البدني مش عائق قدامه في الحاجات دي. هو بس الفكره بالنسبه له انه يعني الدوري الامريكي مش على المستوى يعني، او مش هيبذل فيه مجهود كبير. بالظبط، ومش من الدوريات المصنفه، وكمان يعني مستوى كره القدم هناك مش اللي هي عالي يعني. يعني انا كنت شايف لو ميسي كان جه السعوديه كان الوضع هيبقى فيه مختلف يعني، المنافسه اشرس هتبقى اعلى، خاصه بعد الصفقات الاخيره مع التحول اللي حصل. طب يمكن يبقى الراجل فرهد بما يكفي بالمنافسات القويه، وقال لك انا كده يعني. هو كده عارفه كانه عارفه ما كانك بتطلع معاش بس من غير ما تضطر تسيب الشغل. هي زي بالظبط كده زي ما تقول مكافاه نهايه خدمه، لانه برضه هو حسابها بشكل مادي يعني. خلاص انت بتفنش واخر موسمك مع الكوره، فهو كان العرض مناسب ليه، انه فكره ان انت هتلعب هتاخد فلوس وفي المقابل هيبقى ليك نسبه تملك في النادي، فانت خلاص يعني الموضوع صفقه تجاريه مش اكتر. برغم كمان وجوده في الدوري الامريكي البعيد، لكن اسمه بيتكرر كتير في الملاعب والمدرجات السعوديه من قبل جماهير الفرق المنافسه للنصر، ولسه لغايه النهارده لما بيتقال اسم ميسي ده كفيل باستفزاز كريستيانو رونالدو. بالظبط، هو يمكن حتى كان رد عليهم في ماتش قريب اللي هو بيقول لهم علوا صوتكم مش سامعكم. اصل برضه يعني بيبان عليه النرفاز على فكره. لا برضه بس يعني عنده ثبات انفعالي، عنده ثبات انفعالي بالظبط يعني، بيعرف يعني يتحكم في نفسه. وبرضه في الاول وفي الاخر ده رونالدو يعني. انت يعني لو هتحط ميسي في مقارنه اكيد هتحط ما هو احنا دايما المقارنه رونالدو مستمره على مدار سنوات. ثنائي الاسطوره بالظبط يعني. يعني ثنائي ليهم اكتر من 10 سنين. فكرك مين فيهم هيعلن اعتزاله قبل التاني؟ دي حاجة في علم الغيب يعني. أصل رونالدو ممكن يكون الأقرب بحكم إن هو الأكبر في سنها. بتكلم النهارده رونالدو 38 سنة يمكن ده، ومع هذا من فترة قريبة كان بيقول لك أنا مع نهاية الموسم ده هبص لجسدي وأشوف هل هيقدر يديني كمان سنة أو سنتين ولا لا. بس النهارده رونالدو بيدي أحسن من لعيب عنده 20 21 سنة يعني، حاجة عجيبة. فما تقدرش تقول. وكمان هو يعني عامل نظام تدريبي لنفسه، نظام شنخ يعني. ناس كتيره كان لعبت مع رونالدو، اتكلمت على الموضوع ده. فيعني النجاح اللي وصل له رونالدو ما جاش من فراغ يعني، ولا مش مش بالصدفه يعني. أكيد. هو الراجل بيجتهد وبيعمل عليه، وصل للمرحله دي يعني. طب الكره الذهبيه يا استاذ سليمان، يمكن لو ما كانش ميسي حصل عليها، كان ممكن مين تاني لو هتحط لنا كده اسامي بالترتيب، كان ممكن مين تاني ان هو يبقى يستحق هذه الجائزه؟ هختار يعني بالترتيب ممكن مبابي، هالاند، محمد صلاح. بالنسبه لي يعني محمد صلاح مش بالعاطفه، لا، لان محمد صلاح اتظلم في السنين اللي فاتت. كان في سنين يعني ممكن ما يكونش السنه دي اكتر سنه يستحقها، بس في سنين فاتت اتظلم فيها لحساب ناس تانية. لا عشان نكون واضحين وامنين يعني. بس لو هنظر لمحمد صلاح اللي انا حطيته في القائمه على الاستمراريه وتاريخ محمد صلاح الفتره اللي فاتت، يمكن ما خدموش فكره انه في اخر سنتين ليفربول ما خدش بطولات. طبعا فدي اثرت سلبا على وعطلته كتير. اثرت سلبا على محمد صلاح. لكن هو في النوع ده من الجوائز بالمناسبه المرجعيه بتكون ايه؟ هل المهارات الاستثنائيه اللي عند اللاعب، ولا في حاله هالاند مثلا الغزاره التهديفيه الاستثنائيه هي كمان؟ يعني مين اللي من الاثنين من الفئتين دول بيبقى اقرب للحصول على النوع ده من الجوائز؟ هو الاقرب طبعا اللي هو يعني بيعمل طفره مع فريقه، اللي فيه الغزاره التهديفيه طبعا، تاثير مدى تاثيره مع الفريق. والاهم من ده النظر الاكبر، لان هو ايه الاضافه اللي عملها الفريق او منتخب بلده
يعني البطولات هي العامل الأكبر في اللي بتحسم اختيار أفضل لاعب. كنا سعداء جدا الحقيقه بوجودك النهارده استاذ سليمان، اتكلمت معانا في عدد كبير جدا من الملفات الهامه وابرزها الحقيقه كان مهم ان احنا نتكلم عن محترفينا في الخارج اللي مقدمين اداء مشرف الحقيقه لمصر، ويعني بنتمنى لهم اكيد الكثير والكثير من التقدم. نورتنا وشرفتنا. لا انت، انا سعيد اني كنت موجود معاكم طبعا. شكرا جزيلا لوجودك معانا، ونشوفك على خير قريب باذن الله. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. صباح الفل.